السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الميزانية الذكية من الأجزاء المهمة فيها إن يكون في بنية تحتية خصوصا في مجال الأمن. المقصود هنا بالأمن إن إحنا نستعين بموضوع الرقمنة عشان نقدر نعزز السلامة العامة والأمن من خلال إحنا نساعد المواطنين في مكافحة الجريمة وإن إحنا نتعامل مع حالات الطوارئ بسرعة أكبر، وبنستعين بالبيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي والأنظمة زي المراقبة والإضاءة الشوارع الذكية والخرائط التنبؤية بالجريمة عشان نقلل معدل الجريمة. من ضمن الأمثلة على كده في موقع اسمه انتليجنس بالشكل دوت، ده كندي بيوفر حلول قائمة على الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات لإدارة حركة المرور التدخل في حالة الطوارئ. وهنلاقي برضو موقع اسمه شيبس اي اي، دي موجودة في المملكة المتحدة، دي بتستفيد من تحليل الفيديو بالذكاء الاصطناعي، يعني مش مجرد فيديوهات موجودة، لا ده كل حركة بتتحلل، وبحيث ان مثلا لو في عدد اتجمع في مكان ينبهك، لو في حركة سريعة، لو في حركة بطيئة، لو ينبهك ان في سلوك غير طبيعي، وينبهك ان مثلا في احتمال استخدام اسلحه، في احتمال ان في حادثه في المكان دوت. فبدل ما انت عمال تبص في الالف كاميرا ممكن حاجات تفوت منك، لا الذكاء الصناعي ممكن يعمل لك زوم. وبرضه في حاجه زي كده موجوده في الحرمين الشريفين، بحيث ان هو الذكاء الصناعي بيتدخل من هو يتنبأ. الشيبس اي اي بيقدر يتنبأ بحادثه صدام السيارات، لو في عنف، لو في مشاكل في الطريق، ويقدر ان هو يستعين بان هو يدير الحشود في الاماكن العامة، وان هو يكتشف لو في اي مشاكل.